الاعلانات هتزيد ونسبة المشاهدة كمان هتزيد بس مع شوية تجديد. صح والله العظيم صح هبة بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسة وقهر المرأة ده موضوع ملغم سياسة. كل دول اتعمل، احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المرأة؟ طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوف دلوقتي اقتنعتي يا ناس؟ والموضوع بقى حرية ولا المسألة زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايزه اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسره. هتدعي واللي انت شايفاه غلط ده احنا هنعمله. اه ساكت يا تامر، انت مش فاهم حاجه. مفيش هبة، على ذكر قهر المرأة، في مقالة النهاردة مهاجماكي جم شديد شوية.